السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية وطنية إلى أبناء شعبنا في تونس، إلى كل أهالينا من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال. يوم 17 أجوان المقبل سيكون يوم الفزعة الكبرى، سوف يكون يوم النفير وحشد الحشود من أبناء شعبنا من أجل الإطاحة بهذا النظام المجرم العميل السفاح والإلقاء به إلى البحر. نعم، إلى البحر. يجب أن ننظف بلادنا من هذه الطغمة العسكرية الحاكمة، من هذه الطبقة المستغولة والمستكرشة التي تبيع الأرض والعرض، والتي لا ترحم أرواح أبناء شعبنا ولا تحترم لنا وجودا ولا ذاتا. أدعو كافة أبناء شعبنا، كل الوطنيين الأحرار في تونس، أن ينتفضوا يوم 17 من هذا الشهر، وأن تكون ثورتنا المجيدة ثورة مظفرة تقتلع جذور المجرمين وتقصيهم نهائيا على الوجود الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي والعسكري. نعم، يجب أن ننظف البلاد من كل الخونة والمجرمين والمستغولين، كل الذين باعوا الأعراض، ولا أستثني منهم أحد، كل الذين كانوا في الشعب منخرطين أو غير منخرطين. ما فماش كلام متاع على غالب ما نجمتش، حتى الكلمة هذه تقولوها مع الاستعمار، كما الحركة في دزير ولا قوادة بن علي في وقت الاستعمار متاع تونس. هذه ماهاش عذر باش نقضي قضيتي كما قال المكي ولا قال غيره، مساكن مظلومين. نو، ما فماش، لا غفران لهم. واللي ما نحطوش في الحبس يمشي يخدم في الصحراء حتى يتربى ويخلص العار اللي حطه على ولاد شعبنا والصبان اللي صبوه في الشعب والقوادة. فماش في اي حومه واحد ما كان الصباب يصب ولاد حتى باخواتهم يصبوا. الناس هذه ما تستحقش الاحترام، ولزمها تدفع. نضرب المقبل بالمدبر والبريء بالمذنب. قال له كنت دستوري توا تبت، وحركة النهضة تاخذ فيهم. قال لك اللي ما كانتش عنده مسؤولية، كل كان عندهم مسؤولية. اللي عنده انخراط في الشعبة كان قواد، وكان ما كانش قواد كان طماع. شبينا نحن ما خديناش بلايص في الشعب، يبورتون جاتنا العروض. ناس تنفات وناس ماتت وناس تذبحت وناس اعتداهم على شرفهم، وانت تقول لي ما نجابي بالشوا، اس فيه وتكذب، طماع في دمك وفي قلبك. الثورة هذه يلزمها تنظف البلاد نهائي. وهكم قاعدين تشوفوا على المير نتاع الصفحات الثورية وغير الثورية كيفاش خرجوا كنمالة القوادة والصبابة. وحتى زي فما شكون قال الوحدة الوطنية، ما فماش وحدة وطنية مع الإخوانجية المجرمين اللي هدوا فينا بما الفرق، ويهدوا فينا بالذبح، ويكفروا فينا، ويشكروا في رشيد عمار. شوف التسجيلات متاع القيادات متاعهم يشهدوا به رشيد عمار كما شهدوا بن علي بعد ذبحهم، وهو توا قاعد يحضر لهم في ذبيحة جديدة. وكي سي كي فا بيي سي نو، يونا مار دو فوغول. اللي يحب يصلي يصلي في الجامع ويمشي يخدم على روحه، اللي يحب يعمل لحية يعملها، لكن ما يفرش علينا اللحية متاعه ولا الجبة متاعه ولا القميص متاعه. الشعب هو اللي باش يثور، وهو اللي باش يحكم نفسه بنفسه. وعندنا مئات وعشرات الآلاف من الناس المثقفة والقارية وتفهم تنجم تقود البلاد، والطبقة السياسية اللي بقى منها صالح ناخذوه الباقي يطيش. وأنا أدعو من هنا من باريس، خاطرني جبان وخواف وعمري ما وريت وجهي وعمري ما كليت تريحة لا عند بوب ولا عند بوليس ولا عند إخوانجية. ما التاريخ يعرف، يعرف شكون جلال بريك. أدعو اليسار مرة أخرى، وندعو حبيبي وشريك الدهر وشريك العصا والشر والسمنطر والخوف والهربان من البوليس والستاكة والبونية. أدعو شكري بالعيد سيدي في السياسة وقيادتي أنه يرجع إلى رشده ويدخلوا في السرية من توا، هو وحمل همامي كما قلت لكم توا شهور. ادخلوا في السرية وعملوا حكومة سرية، حطوا فيها الناس الوطنيين وحضروا للقيادة الشعب متاعكم. وما عملتوش هذايا سوف يكنسكم التاريخ.
وانا نحبكم لانه انا بشر كيفكم كالناس الكل، عندي اصدقائي ونحبهم، لكن قدام البلاد لا ينفع فيها لا ابو ولا ام ولا مرضعة ولا اللي تحبوا انتوما، لا حبيب ولا حبيبة. الوطن هو فوق كل اعتبار. الثورة يوم 17 جوان تنطلق، والصفحة الثورية تنسى كلمة نحيو الحكومة وبدلوا الحكومة، الإطاحة بالنظام، مش النحيو الباجي باش يحطوا لنا علالة ولا يحطوا لنا خميس ولا ينصبوا لنا رشيد عمار إمبراطور بوكاسا الثاني. لا، الثورة والإطاحة بالنظام، وما فماش وحدة وطنية مع الإخوانجية، لأنهم لا يؤمنون بالوحدة الوطنية، مقسمينها إلى كفار ولا مؤمنين. نحن المؤمنون وهم الكفرة الفجرة عبدة رشيد عمار. سلام على شعبنا، وتحية لأرواح شهدائنا، وتحية إلى أهلهم. وما يسعني في النهاية إلا أشكر الضابط سامي السيد الفرياني اللي تم اعتقاله من قبل الجيش وجهوله تهمة الاعتداء على أمن الدولة. رجعنا لكلام بن علي، وأنه الزوجة متاعه شريفة ومحترمة، وقلبي غاضني كي بكيت فاك الفيديو. الشرفاء متاع الشرطة يلزمهم ينتقموا لخوهم، وإلا ما نكملش نقول عليهم حتى كلمة أخرى، خاطر كلامي قبيح ياسر. نحب الفيديو هذا يتعدى الناس الكل. ثورة حتى النصر، والله أكبر ولله النشور. السلام عليكم.